في إنجاز هو الأول من نوعه حقق السعودي سليمان الطلق المركز الأول في بطولة الأمم أو بطولة أمم أوروبا للدبابات البحرية التي أقيمت في بولندا. ويعد هذا الإنجاز هو الأول للمملكة في الرياضات البحرية على مستوى البطولات الأوروبية، وهي المشاركة الأولى لمتسابق سعودي في هذا المحفل العالمي. وقدم البطل السعودي سليمان الطلق الشكر والتقدير للاتحاد السعودي للرياضات البحرية على كل الدعم الذي يجده. وينضم إلينا عبر استوديوهاتنا في جدة البطل السعودي سليمان الطلق. صباحك ورد يا بطل، وخلينا نبدأ من كيف كانت بدايتك مع موضوع الدبابات البحرية؟ أكيد بدأت كهواية، بس كيف مرحلة الانتقال من هواية إلى قرار المشاركة في مسابقة بهذا النوع، مسابقة عالمية مرة واحدة يعني؟ أولا نصبح عليك أختي مهيرة وأخوي فيصل. طبعا الحمد لله، طبعا بفضل الله تدوم النعم، بالحمد تدوم النعم. كانت مشاركتك كهواية ابتديت فيها من موسم 2012 كممارسة لرياضة الجيت سكي بصفة عامة. في سنة 2014 شاركت في أول سباق لي، وكانت بطولة المملكة للدبابات البحرية. الحمد لله حققت فيها المركز الأول، فكانت من هناك منطلقي في الرياضة هذه بصفة عامة. جميل جدا. طيب صديقي، يعني الآن احنا بنشوف ناس كثير، شباب كثير ما شاء الله قاعدين يدخلوا على هذا المجال، كيف شايف الاهتمام من الاتحاد السعودي؟ كيف شايف الاهتمام من الشركات؟ هل في ناس بيدعموكم؟ الحمد لله، طبعا كل الشكر للاتحاد العربي السعودي للرياضات البحرية على رأسهم رئيس العام رعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد. طبعا نلاقي دعم، توفير الإمكانيات. بخصوص الشركات أو العقود، فحاليا يعني شغالين في مرحلة أنه بإذن الله يعني في موضوع قادم بصفة عامة للرياضة، بصفة عامة بإذن الله. يعني الرياضة هذه بالذات؟ إذا أتكلم برياضتنا اللي هي الجيتسكي. طيب ممكن تشرح لنا شوي يعني للمهتمين، يعني واحد مثلا عنده هواية انه ركوب الجيتسكي، بس ممكن تشرح لنا ايش نوع البطولة؟ يعني هي على يعني تشمل ايش؟ فقط سرعة؟ يعني هل هو سباق سرعة ولا سباق مهاري ولا ايش هو بالضبط؟ يعني هل في حلبة؟ اشرح لنا اكثر عن موضوع هذا السباق. طبعا هي اغلب ما تكون مشابهة لسباقات الفورمولا والفورمولا 1 للسيارات، انها تكون حلبة في داخل البحر او في داخل الماء. تختلف فئاتها وتختلف من طرق المشاركات، في فئات متعدده وفي مراحل. طبعا أيوة. تختلف في فئه الجالس، في فئه الفري ستايل، بس انها اشبه ما تكون اشبه ما تكون بسباقات الفورمولا 1 للسيارات. جميل. كيف كان وضع هل كان في جماهير سعوديين معك؟ هل كان في احد داعمك في الموضوع؟ ولا خلاص احنا يعني احيانا نكتشف بعض الشباب انه والله في واحد فاز ببطوله. طبعا الحمد لله، لا انا صراحه كنت لحالي هناك مشارك. وجهت الدعم من الاتحاد العربي السعودي، من الرئيس العام من الرئيس العام للاتحاد السعودي الاستاذ عبد الله الخريف. الحمد لله قدرت اطلع وحققت، كانت تجربه جدا ممتازه لي. جميل. وشفنا أنا استقبال حلو لك في المطار كمان، يعني كان في بعض المهنئين والمرحبين لما عدت طبعا من البطوله. ممكن تحدثنا اذا كان في مشاركات عربيه اخرى؟ يعني هل في يمكن تعاون خليجي او عربي في تطوير هذه الرياضه واللي حابين يمارسونها؟ طبعا الحمد لله يزيدنا فخر انه ابطال العالم متواجدين عندنا في الخليج، من دولة الكويت الشقيقة، من دولة الامارات الشقيقة، ابطال العالم يعني اسمهم ترصع في هذا المجال. صراحة نطمح ان احنا كشباب سعودي او رياضيين سعوديين في هذا المجال ان نوصل، ونطمح ان نكون متشاركين خارجيا يعني في جميع المحافل الدولية. جميل جدا. طيب يعني الان في الفترة القادمة هل راح نشوف سليمان يحقق برضو بطولات ثانية؟ توعدنا بهذا الشيء؟ طبعا بإذن الله، هذه ما هي إلا بداية خير، يعني إن شاء الله المجال قدامنا كثير طويل بإذن الله. أنا أطمح أني أكون بطل من أبطال العالم،
يعني انا ما احصر نفسي في هذا في هذه البطوله، اطمح اني اوصل لابعد مستوى باذن الله ان شاء الله. اولا لارفع اسم ديني ووطني، وثانيا لارفع اسم اهلي باذن الله ان شاء الله. باذن الله. سليمان، سؤال اخير، مين من الشيلك الشماغ؟ سم، مين اللي منش الشماغ؟ لا لا ما عليك، نسوينا بالبيت. غيران منك. لا 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 يعني لا تحاتس حبيبي. يعني شرفتنا سليمان. لا ما يخالف، طال عمرك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك، الشرف لي باذن الله. الله يعطيك العافيه. طبعا كان معنا من جده البطل السعودي سليمان الطلق، وباذن الله ان يعني نشوف خلال الفتره القادمه كثير من الانجازات السعوديه والعربيه بشكل عام.